بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده عايزين نتكلم عن اول تجربه في المعمل عندنا، اللي هي السنجل فيس ترانسفورمر P1. والغرض من التجربه دي هو ان احنا نحسب البارامترز بتاعه السنجل فيس ترانسفورمر اكسبيرمنتلي عن طريق التجربه. في الاول يا جماعه، السنجل فيس ترانسفورمر ده عباره عن الكتريكال ماشين، وظيفتها ان هي ترفع الفولت او تقلله باستخدام ماجنتيك كابلنج ما بين برايمري كويل وسكندري كويل. الكونستراكشن بتاع السنجل فيس ترانسفورمر هو عباره عن برايمري كويل ملف ابتدائي وسكندري كويل ملف ثانوي، وما بين الاثنين او الاثنين بيكونوا ملفوفين على ايرون كور واحد عشان يوجه الفلكس اللي بينتج من البرايمري كويل ويخليه يقطع السكندري كويل ويحصل الاندكشن عشان يتولد الانديوز دي ام اف على السكندري كويل. الحقيقه الترانسفورمر يا شباب ما بيولدش كهرباء جوه منه، الترانسفورمر بس بينقل الفولت من برايمري كويل لسكندري كويل او بينقل الانرجي من كويل لكويل تاني. وعلشان كده الترانسفورمر لما بيرفع الفولت هو بيرفعه على حساب التيار، ولما بيقلل الفولت هو بيزود التيار. اللي احنا عايزين نعمله النهارده ان احنا عايزين نطلع الايكويفالنت سيركت بتاعت الترانسفورمر، والايكويفالنت سيركت بتاعت الترانسفورمر دي عشان نطلعها لازم نتكلم الاول هي عباره عن ايه. فاول حاجه عندنا عايزين نتكلم عنها هي الايكويفالنت سيركت بتاع الترانسفورمر، اللي زي ما قلنا من شويه هو عباره عن اتنين كويلز وما بينهم ايرون كور. الاتنين كويلز دول ليهم ايكويفالنت ريزيستنس اللي هم R1 وR2، ولان مش كل الفلكس اللي بينتج من البرايمري كويل بيروح يقطع السكندري كويل، فبيكون في عندي شويه ليكج فلكس ناحيه البرايمري وشويه ليكج فلكس في ناحيه السكندري اللي هم جي اكس 1 وجي اكس 2 او تو رياكتنس او تو ليكج رياكتنس الموجودين عندي في الدايره. وبعدين لان الكور الحديد بيتولد عليه اي ام اف هو كمان، وبيكون في نوع تاني من انواع اللوسز جوه منه اسمها هاي ستريس لوسز، دي بتعمل لي كور لوس ريزيستنس او الار سي. واخر حاجه في الايكويفالنت سيركت هي الجي اكس ام، او هي كميه الانرجي اللي بتتخزن في الكور نفسه عشان يحصل له ماجنتايزيشن. والترانسفورمر بيقوم بنقل الفولت من في 1 او من ناحيه السبلاي في 2 اللي هي ناحيه اللود. ولان التعامل مع السيركت دي بيكون صعب شويه ولان التعامل مع السيركت بيكون صعب شويه يا شباب، احنا بنعمل ابروكسيميشن للايكويفالنت سيركت ده، اللي عشان نعمله اول حاجه بنعملها بنعمل ريفيرنج للسكندري سايد ناحية البرايمري سايد، أو ناحية اللود نعملها ريفير ناحية السبلاي. الكلام ده بمعنى آخر احنا بنشوف السبلاي شايف اللود ازاي، وداخل مع اللود كمان قيمة الريزيستنس بتاعت السكندري كويل وقيمة الليكج رياكتنس بتاعت السكندري كويل. والكلام ده نقدر نحسبه من معادلات الريفيرنج اللي هي موجودة عندي. احنا بنعمل ريفيرنج للإيكويفالنت سيركت بتاعت السكندري كويل بتاع الترانسفورمر، وبنعمل ريفيرنج للفولتشز والكارنتس بتاعت السكندري سايد بتاع الترانسفورمر كمان. بعد ما بنعمل الريفيرنج يا شباب للترانسفورمر عشان نشوف البرايمري سايد شايف السكندري سايد ازاي، نقدر نعمل اول ابروكسيميشن على الترانسفورمر. والابروكسيميشن ده معتمد على ان احنا عارفين ان التيار اللي ماشي في الار سي والجي اكس ام اقل بكتير قوي من التيار اللي ماشي في R1 وR2. وعلشان كده فاحنا نقدر نفترض ان التيار اللي ماشي في R1 وجي اكس 1 وR2 وجي اكس 2 هو قيمة واحدة بس، ونجمعهم مع بعض في كومبوننت واحدة متوصلة سيريز اللي هي R equivalent and X equivalent. R equivalent و X equivalent دول هما الايكويفالنت امبيدنس بتاعت الترانسفورمر اللي هما بتوع الكويل ريزيستنس، equivalent كويل ريزيستنس والايكويفالنت ليكج رياكتنسز. ولان الترانسفورمر تقريبا بتكون قيمة R1 فيه قريبة تقريبا من R2 داش، اكس 1 قريبه تقريبا من اكس 2 داش، فاحنا لو قدرنا نوصل لار ايكويفالنت واكس ايكويفالنت نقدر نحسب R1 وR2 داش واكس 1 واكس 2 داش. عشان نحسب القيم بتاعت الايكويفالنت سيركت او البارامترز بتاعت الايكويفالنت سيركت للترانسفورمر احنا بنجري اختبارين. الاختبار الاول اسمه الاوبن سيركت تيست، والاختبارين بيعتمدوا على ان احنا نتحكم في اللود، يا اما نعمله اوبن سيركت يا اما نعمله شورت سيركت. في حاله الاوبن سيركت لما نشيل اللود ونحط مكانه اوبن سيركت، لما نشيل زد ال ونحط مكانها اوبن سيركت، المقاومات ار ايكويفالنت واكس ايكويفالنت الامبيدنس، انا اسف، ار ايكويفالنت واكس ايكويفالنت بيكون التيار اللي ماشي فيهم تقريبا بيساوي صفر، انا اسف، بيكون التيار اللي ماشي فيها فعلا بيساوي صفر. فيبقى عندي من الدايره دي ار سي وجي اكس ام بس، وساعتها نقدر نحسب ار سي وجي اكس ام عن طريق ان احنا نقيس الباور والتيار والفولتج اللي احنا بنعمل لهم انجكشن على الترانسفورم. الاختبار الثاني هو الشورت سيركت تيست، اللي احنا برضو بنتحكم فيه في الزد ال، نشيلها ونحط مكانها شورت سيركت، وساعتها بيكون التيار I2 داش اكبر بكتير قوي من التيار اللي ماشي في الار سي والاكس ام مع بعض، فنقدر نهمل الار سي والجي اكس ام مقارنه بالار ايكويفالنت والجي اكس ايكويفالنت، ويتبقى معايا من الترانسفورمر
ار ايكويفالنت وجي اكس ايكويفالنت بس، اللي نقدر برضو نحسب قيمتهم عن طريق ان احنا نقيس الباور والفولت والتيار اللي داخلين على الدايره. عشان نقيس الباور والفولت والتيار اللي داخلين على الدايره في الاوبن سيركت تيست وفي الشورت سيركت تيست، احنا بنوصل وات ميتر وفولت ميتر واميتر زي ما هنشوف دلوقتي حالا. في حاله الشورت سيركت تيست احنا بنحط في الناحيه بتاعه السكندري سايد او الناحيه بتاعه اللود شورت سيركت زي ما قدامكم مرسوم، وبنروح نوصل وات ميتر، بنوصل الكرنت كويل بتاعه سيريس مع البرايمري سايد والفولتج كويل بارلل معاه، ونحط اميتر وفولت ميتر، وبكده يبقى في معانا الاي شورت سيركت والفي شورت سيركت والبي شورت سيركت. باستخدام الثلاث قيم دول نقدر نحسب قيمه الار ايكويفالنت والاكس ايكويفالنت عن طريق الثلاث معادلات الموجودين تحت دول. اول حاجه احنا عارفين ان الباور هو عباره عن اي سكويرد في ار، ولان هي ار ايكويفالنت هي الار الوحيده اللي موجوده دلوقتي عندي في الدايره، فاقدر احسب قيمه ار ايكويفالنت من المعادله الاولانيه. وبعد ما نجيب قيمه ار ايكويفالنت احنا لو قسمنا الفولت على التيار نقدر نجيب الايكويفالنت امبيدنس اللي احنا عارفين ان هي بتساوي السكوير روت بتاع الار ايكويفالنت سكوير زائد جي زائد زائد اكس ايكويفالنت سكوير، واحنا حسبنا ار ايكويفالنت من شويه فنقدر نطلع اكس ايكويفالنت. في حاله الاوبن سيركت تيست احنا بنستخدم قوانين قريبه من كده شويه. في حاله الاوبن سيركت تيست احنا بنوصل الاكويبمنت بنفس الطريقه، بس الناحيه بتاعت ناحيه اللود بنسيبها اوبن سيركت، بمعنى الاوبن سيركت باور والاوبن سيركت فولتج اند اوبن سيركت كارنت، ونقدر نحسب الباور فاكتور بتاع الاوبن سيركت او في حاله الاوبن سيركت يعني عن طريق المعادله الاولانيه معادله رقم واحد. وبعد ما المعادله بتاعه الباور دي نقدر نطلع الباور فاكتور اللي نقدر نقسم بيه التيار ل 2 كومبوننتس اي سي واي ام، اللي هما التيار اللي بيمشي في ار سي والتيار اللي بيمشي في اكس ام. وبعد ما نجيب التو كارنت كومبوننتس دول احنا عارفين طالما معايا التيار اللي ماشي في الريزيستنس لوحدها واللي ماشي في الاكس لوحدها، لو قسمت الفولتج على التيار ممكن اطلع قيمه الار سي والاكس ام لوحده. الاختبارين دول حقيقه في كونسيدريشن مهم جدا فيهم. في حاله الشورت سيركت تيست يا شباب احنا بيكون بنعمل قفله على الترانسفورمر، والقفله اللي بنعملها على الترانسفورمر دي بتؤدي ان التيار يعلى جدا، وعلشان نحمي الترانسفورمر من التيار العالي جدا ده احنا بنضطر ان احنا نقلل الفولت اللي عاملين له انجكشن على الترانسفورمر، ما نحطش فولت عالي. الفولت اللي احنا بنعمله ابلكيشن في حاله الشورت سيركت تيست ده لا يتعدى 10% من الريتد فولتج بتاع الترانسفورمر او الفولت اللي الترانسفورمر يقدر يستحمله او ديزايند ان هو يشتغل عليه. وعشان نقدر نقيس قيمه الفولت الصغير دي لازم نحط الاكويبمنت بتاعتنا في الناحيه اللي فيها الفولتجز عاليه او الهاي فولتج سايد، وبالتالي فبتبقى ناحيه اللو فولتج سايد هي اللي بنعمل عليها الشورت سيركت. يعني اللي عايزين نوصل له يا شباب ان احنا في الشورت سيركت تيست والاوبن سيركت تيست ما بنرتبطش بمسميات الترانسفورمر اللي هم سكندري سايد وبرايمري سايد، احنا المهم عندنا مين الهاي فولتج سايد ومين اللو فولتج سايد. العكس تماما بنعمله في حاله الاوبن سيركت تيست. في حاله الاوبن سيركت تيست بيكون التيار اللي ماشي عندي هو التيار بتاع الار سي والاكس ام اللي احنا عارفين ان قيمته صغيره جدا، فلو رحت حطيت الاكويبمنت دي في مكان اصلا التيارات بتاعته صغيره مش هنعرف نقيس التيار اللي ماشي بكام، وعلشان كده بنحط الاكويبمنت بتاعتنا في الناحيه اللي بيكون فيها التيارات عاليه او اللو فولتج سايد، لان احنا عارفين ان التيار عكس الفولت. وبكده يبقى لكم ان انتوا توصلوا الدايره وتطلعوا النتائج، وشكرا. اول شق ان انت تحمل اوبن سيركت تيست، فالمفروض علشان تحسب الار سي اللي هي الكور ريزيستنس والاكس ام اللي هي الماجنتايزنج رياكتنس، فاحنا الترانسفورمر فكان مبدئيا بيتحدد ايه الهاي فولتج وايننج وايه اللو فولتج وايننج، فهو بيتحدد على الترانسفورمر ادي ده اللو فولتج 0 110 وده الهاي فولتج 0 200، فالمفروض الاوبن سيركت تيست الهاي فولتج بيتعمل له اوبن سيركت والوايننجز بتاعت اللو فولتج هي اللي بتتوصل بايه. في التجربه احنا محتاج وات ميتر، محتاج فولت ميتر، محتاج سمول سكيل اميتر علشان احنا بنستخدم اوبن سيركت فالتيار بيبقى قليل. طيب فالمفروض زي ما انتم عارفين في الميجر ان الوات ميتر ده بيبقى عندي جزء اللي هو الفولتج كويل والكرنت كويل، بوصل جزء منهم النود دول بتبقى نوده واحده. الاميتر كويل انا بحتاج اوصله سيريز، فادي مثلا الطرف بتاع الترانسفورمر الاولاني وادي الوات ميتر الثاني، الاميتر اهو طرفه متحدد ان هو الجزء ده والفولت ميتر هو الجزء ده. وبوصل الاميتر للسبلاي.
بس لحد دلوقتي احنا لسه ما وصلناش الفولتميتر، فالفولتميتر بيتوصل ازاي؟ بارلل على الدايره، ادي الاطراف اهو. المفروض كده جزء السيريز اتوصل، ناقص بس ان يتوصل الفولتميتر بالفولتج كويل بتاع الواتميتر بالطرف الثاني بتاع الترانسفورمر. ده الطرف اللي اتوصل بالسورس، يبقى الناحيه الثانيه هو اللي بيتوصل بالفولتج كويل بتاع الواتميتر، ونفس النود يتوصل فيها الطرف الثاني بتاع الترانسفورمر. المفروض ده جهاز اسمه الفارياك اللي هو هيعمل لنا فاريبل فولتج عشان نعرف نعمل التجربه. ده المفروض دي الريدنجز الاولانيه، ان الفولت ميتر 100. طبعا تاخد بالك من السكيل، الميرور 150 وان انت موصل 150 فمش محتاج تعمل حاجه، والاميتر نفس الكلام انت موصله على 1 والسكيل 1 وهي القرايه المفروض 0.6 0.26. في الوات ميتر هتحتاج تاخد بالك من السكيل، ان انت موصل الميرور 120 لكن هنا 2.5 و120، انت تحتاج تعمل الكونفرجن. الوات ميتر شاري واقفل. احنا كنا واقفين عند الريدنج اولانيه ان الفولتج ب 100 والتيار 0.26. اللي حصل ان الوات ميتر كان بيتحرك البوينتر بتاعه في الريفرس دايركشن، فاحنا عكسنا البولاريتي بتاعه التوصيله فابتدى يتحرك في الدايركشن المفروض يتحرك عليه. طيب المفروض القرايه دلوقتي هي عند 4.5 واتج، بس المفروض انت موصل على فول سكيل 2.5 في 120 والميرور عندك 120، فالمفروض الريدنج دي تضربها في 2.5 عشان تبقى الريدنج المظبوطه. ناخد تاني قرايه. الفولتج عند 85، الاميتر عند 0.175، والواتج عند 3.5. ناخد قرايه ثالثه. قرايه الفولتميتر عند 70، الاميتر عند 0.13، والواتج عند 3 واط. اخر قرايه. الفولتميتر عند 50، الاميتر عند 0.1، الواتج عند 2. ما تنساش تحسب اللي هي تضرب القرايات في 2.5، وبعد كده المفروض تاخد ده تحسب الار سي والاكس ام اللي هو المفروض يتعمل من الاوبن سيركت. الشق الثاني من التجربه انه يتعمل شورت سيركت تيست للترانسفورمر على اساس انه هيتحسب منه بقيه البارامترز اللي هي الار اكويفالنت والاكس اكويفالنت، والار اكويفالنت يتجاب منها الار 1 والار 2، والاكس اكويفالنت يتجاب منها الاكس 1 والاكس 2. طيب التوصيله ازاي بالنسبه للترانسفورمر؟ اللو فولتج وايندنج بيتعمل شورت سيركت زي ما هو معمول هنا، والهاي فولتج اطرافه بتتوصل ببقيه التجربه. طيب اول حاجه بتتعمل ان الاطراف بتاعه الترانسفورمر بتتوصل ان بارلل مع الفولتميتر، والسكيل بتاعه ان هو الفي متوصل 7.5 على اعتبار ان احنا هنبص على السكيل الصغير ده. بعد كده المفروض الفولتميتر يتوصل بالكومن نوت بتاعه الوولتميتر، زي ما اتعمل في الاوبن سيركت. ادي الطرف اهو بتاع الفولتميتر متوصل بالكومن نود، بعد كده الكرنت كويل بتاع الواتميتر متوصل سيريز مع الاميتر، والاميتر متوصل بالفولتج سورس. احنا جبنا سكيل اكبر للاميتر علشان ده المطلوب يتعمل على اعتبار ان الشورت سيركت الكرنت فيه بيبقى كبير. ناقص الحاجة الأخيرة إن احنا نوصل الفولتج كويل بالفولتميتر، فأدي الطرف التاني بتاع الفولتج سورس. وصل بالفولتج كويل بتاع الواتميتر والطرف التاني. اللي ناقص إن الطرف التاني بتاع الفولتج كويل بتاع الواتميتر يتوصل بالطرف بتاع الفولتميتر. طبعًا لما اتعمل في التجربة اللي فاتت الأوبن سيركت الواتميتر كان اتعكس البوينتر بتاعه، فإحنا هنعمل نفس الكلام اللي اتعمل في التجربة اللي فاتت.
وكده التجربه جاهزه ان احنا ناخد القرايه. تخلي بالك ان في الاكسبيرمنت انت ما بتخرجش عن من 2% ل 12% من الفولتج ريتنج، فاحنا في التجربه هنحاول على قد ما نقدر ما نتعداش ال 25 فولت على اعتبار السكيل 7.5، والميرور اللي تحت 75 فولت. قراية الفولتميتر 25 فولت، قراية الوات ميتر 3.5 واط، قراية الاميتر 3.1 اميتر. طبعا ما تنسوش السكيل ان هنا متوصل 75 وانت موصل 7.5، هنا الوات ميتر انت موصل 2.5 في 120 لكن الميرور 120، وفي الاميتر انت موصل 12 بس الميرور برضو 12، فهي دي القرايه الريدنج اللي انت هتحسبها.